بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد من كورس المايكرو كنترولر، هنكمل فيه الجزء الثالث من موضوع الانتربشن او المقاطعه. دي التجربه اللي كنا عايزين نعملها في الفيديو اللي فات. عملنا الجزئيه الخاصه باضاءه الليد، لسه الجزئيه الخاصه بعمل الانتربشن. تعالوا كده نفتكر مع بعض الكود اللي كتبناه المره اللي فاتت، وإن شاء الله هنكمل عليه الجزء الباقي والخاص بالانتربشن. المرة اللي فاتت احنا عرفنا المصفوفة اللي سميناها ماسك، وحطينا فيها القيم الثنائية اللي هتشغل لي او هتضيء ليد وتطفي، اللي هو الجزء ده اللي احنا كملنا عنه المرة اللي فاتت. وعرفنا المتغير اي ده اللي كان بيعمل لي كعداد، بجيب من خلاله العناصر بتاعة المصفوفة. بعد كده نزلنا في الـ void main، وعرفنا البورت دي اللي متوصلة بالليد، كان عندي 3 بنات، عرفنا الاتجاه بتاعهم والمستوى الجهد كان هاي او لو اللي اتحط عليه. وبعد كده عملنا الحلقة التكرارية اللي هي while، وعشان حلقة مستمرة حطينا جواها 1 عشان يبقى الشرط متحقق باستمرار وتتنفذ الأوامر اللي موجودة جواها. الجزء ده احنا شرحناه الفيديو اللي فات. هنبدأ بقى نتكلم عن الجزء الجديد اللي خاص بعمل الانتربشن. هنعرف متغير جديد هيبقى unsigned short int، هنسميه أي اسم وليكن temp، هيساوي 0. احنا قلنا في الفيديو اللي قبل اللي فات علشان اصفر الفلاج بعمل حاجتين، الفلاج الخاص بالانتربشن بتاع البورت بي، ان انا بقرا قيمه البورت بي، وتاني حاجه احط القيمه 0 داخل الفلاج. كده يبقى انا صفرت الفلاج وعديت المايكرو كنترولر او البيك ان هو يستقبل الحدث مره تانية. الكلام ده احنا شرحناه في الفيديو اللي قبل اللي فات. طيب انا هضيف هنا فانكشن جديده اسمها void interrupt، واكتب جواها الكود اللي هيتنفذ الخاص بالانتربشن. احنا قلنا اول ما ادوس على البطن عاوز كود يتنفذ، الكود ده يتنفذ اللي هو الكود بتاع المقاطعه اللي هو الانتربت روتين. ده هيتكتب فين؟ هيتكتب داخل فانكشن اسمها محجوز، يعني لازم تتكتب كده، لازم تتكتب void interrupt، ما احطش اي اسم تاني، واكتب الكود جوه. طيب قبل ما نتعرض للكود دوت، عايزين نعرف ازاي اجهز البك بتاعي ان هو يستجيب للانتربت. احنا هنتكلم بقى على الاجزاء الزياده في الكود. الجزء الاولاني ده احنا اتكلمنا عنه خلاص. طيب انا عاوز لما اضغط على البطن الاشاره اللي على البن تتغير، زي ما هنشوف هنا مثلا عندي في البروتس. انا موصل البطن عندي بال RP4. الحدث هيحصل امتى؟ لما يتغير الجهد عندي على البن رقم 37. طب انا لما اضغط على البطن الجهد هيبقى ايه؟ هيبقى له، لان انا موصله بالارضي. عشان الجهد يحصل ليه تغيير يبقى في الاول لازم يكون هاي. يبقى انا عندي لو البن 37 متوصل على بول اب ريزيستور هيبقى اخد هاي. اول ما اضغط على البطن يبقى البن 37 توصل بيه اللو. كده انا عملت تغير في قيمه الجهد اللي موجوده على البن 37 اللي هو الار بي 4، فيتولد عندي الانتربشن. طيب انا هنا موصل في الرسم ايه؟ بطن على الارض بس، امال هجيب فين البول اب ريزيستور؟ هنتكلم بقى ايه الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، ازاي افعل البول اب ريزيستورز الداخليه بتاعه البورت ايه بي. يبقى انا هنا هفعلها واستفيد منها، فان البورت بي هتبقى متوصله بالبول اب ريزيستور اللي ياخد 5 فولت من جوه البك. يبقى في الحاله دي البن 37 ده هيبقى عليه 5 فولت. اول ما ادوس على السويتش او البطن الجهد اتغير من 5 فولت ل 0، في الحاله دي اتولد عندي الانتربشن.
عشان كده انا بعمل في الكود بتاعي بفعل البورت بي بول ابس ار انيبلد، يعني بفعلها. طب افعلها ازاي؟ احنا خدنا قبل كده احنا بنكتب اوبشن اندرسكور ريج، ده ريجستر اللي خاص بتفعيل او عدم تفعيل البول اب ريجستر. وكنا المره اللي فاتت بنكتب هنا رقم اللي هو رقم البت الخاص بالبول اب ريجستر. ده الكود اللي كنا بنكتبه عشان نفعل البول اب ريجستر. كنا بنقول له اوبشن اندرسكور ريج دوت بي 7. السبعه ديت كانت هي البت 7 الخاص بالتفعيل، كنا بنحطه جواها 0، معنى نحطه جواها رقم 0 يبقى انا كده فعلت البول اب ريجستر. دي الداتا شيت بتاعت البيك، وده الاوبشن اندرسكور ريج ريجستر. لو جيت بصيت على البيتس اللي جواه من بيت 0 لغايه بيت 7 الاقي هو البيت 7 ده اللي كنت بحط فيه الزيرو، واللي البيت 7 اللي هو بورت بي بول اب انيبل بيت. لما احط فيه الزيرو يبقى كده البول ابس ار انيبلد، احط فيه الواحد يبقى البول اب ريجستر ديسيبل مش فعال. فانا ممكن بدل ما اكتب 7 او اكتب، لو حبيت اتعامل بقى مع اي بت موجود هنا بدل ما اكتب 0 او 1 او 2 وهكذا، ممكن اكتب الاسم بتاع البت. يعني هو عندي هنا ايه int age t0cs، يعني ممكن اكتب هنا الاسماء دي بدل ما اكتب الارقام اللي هي 0، اشوف البت ده رقمه كام. بدل ما اكتب مثلا 0 هكتب bs0، بدل ما اكتب 1 هكتب bs1. طيب ده بالنسبه للمسميات العاديه. طب المسمى اللي عليه شرطه ديت دي معناها كومبليمنت، يعني بتشتغل على اللو، يعني تبقى فعاله على اللو. يعني مثلا عشان افعل البت ده بحط 0 ما بحطش 1 عشان عليه هنا ايه الكومبليمنت. طب ده لما اجي اكتبه ازاي بقى في الكود؟ تعالوا نشوف كده. هذا الكود اللي احنا بنشتغل فيه، بقول له بقى ايه اوبشن اندرسكور ريج دوت، بدل ما اقول له بي 7 بيساوي 0 هنقول له هنحط اسم البت. اسم البت هنا كان مكتوب في داتا شيت ايه ار بي بي يو، بس احنا قلنا عليه شرطه من فوق بتعني اللي هو كومبليمنت او يعني بنفي، فاقول له نوت اندرسكور ار بي بي يو. يبقى انا بدل ما اكتب بي 7 هكتب نوت اندرسكور ار بي بي يو. الار بي بي يو اللي جبتها منين؟ ده اسم البت الموجود في الداتا شيت. طيب والنوت اللي بتاعت ايه؟ عشان الاسم ده عليه شرط من فوق يعني كومبليمنت. بعد كده اقول له بيساوي 0. طيب اكتب بقى بي 7 ولا اكتب الاسم؟ دي حاجه ترجع لك، بس انا افضل كتابه الاسم بتاع البت عشان لما اجي ابص على الكود ابقى اعرف الاسم بيبقى ليه معنى عن الرقم، اعرف ده بتاع ايه. طيب يبقى احنا كده عرفنا البول اب ريجستر بتاعه البورت بي، خليناها انيبل. طيب انا شغال على الار بي 4، ده هيستقبل مني حدث، يعني اضغط على البطن فالجهد هنا اتغير. فبعد ما افعل البول اب ريجيستورز هيبقى الجهد عندي هنا 5 زي ما قلنا. لما اضغط هنا يبقى ينزل الوقت. انا يبقى انا عاوز البن ده اوتبوت ولا انبوت؟ انا عايزه انبوت. يبقى نرجع في الكود واحدد الاتجاه بتاعه، بقول له تريس بي دوت بي 4 بيساوي 1. يبقى انا كده خليت البن دوت اللي انا شغال عليه هيبقى انبوت بن. طيب بنعمل خطوة قبل ما نفعل الحدث اللي احنا بنصفر الفلاج. طيب احنا قلنا هنعمل حاجتين. الحاجة الأولانية ان المتغير اللي كنت معرفه اللي هو كنت معرفه فوق هنا دوت اللي هو التمب هاجي تحت هنا واخليه يقرالي البورت بي زي ما قلنا في اول الشرح. يبقى اقول له تمب بيساوي بورت بي، يبقى انا كده بقرأ القيمة الموجودة على البنات بتاعت البورت بي. دي أول حاجة. تاني حاجة هنحط جوه الفلاج بتاع الحدث دوت زيرو. احنا وضحنا المرة اللي فاتت، شرحنا
الريجستر اللي اسمه انتوكون، وقلنا ان في بت اسمه RBIF اللي هو RB interrupt flag، ده لما احط فيه زيرو انا كده صفرت، يبقى الخطوتين دول اللي ورا بعض دول بصفر بيهم الفلاج. طيب بعد ما صفرت الفلاج قلنا هنعمل حاجتين، هنفعل قلنا ان كل حدث بيبقى ليه 2 بت، واحد فلاج والتاني انيبل، فاحنا صفرنا الفلاج وجهزنا الكود ان هو يستقبل الحدث، بعد كده نفعل الحدث، فبقول له بقى ايه انتوكون دوت ار بي اي اي بيساوي 1 اللي هو الار بي انتربت انيبل، احطه جواه 1، يبقى انا كده فعلت او خليت البك جاهز لاستقبال الحدث. هذا الانتوكون ريجستر موجود في الداتا شيت، ده شرحناه في الفيديو اللي قبل اللي فات، وادا الار بي اي اف اللي هو انتربت فلاج. كنت ممكن اكتب انتوكون دوت بي 0 او اكتب على طول انتوكون دوت ار بي اي اف، فانا بحط جواه صفر ونصفره زي ما ورينا في الكود في السلايد اللي فاتت. بعد كده الاداء الار بي اي اي اللي هو الار بي انتربت انيبلد بحطه جواه 1، بقى انا احطه جواه 1 ان انا كده جهزت الحدث ان هو يحصل والبك يتاثر بيه. الحاجه الخطوه اللي بعد كده ان افعل الجلوبال انتربت انيبل بت اللي هو جي اي اي، لان لو ما فعلتوش لو حاطط جواه هو القيمه بتاعته الديفولت ايه 0، فلو سبته 0 مفيش اي كود هيتنفذ، فبحط جواه 1، مفيش اي كود خاص باي انترابشن تتنفذ، فبحط جواه 1 عشان افعل اي انتربت ممكن يحصل. يبقى دي كده الخطوات بتاعه تفعيل الحدث بتاع البورت بي، بكتبها كده ورا بعض. تعال نبص كده على الفويد مين من تاني. يبقى ده الفويد مين، عرفت الاتجاهات والجهود اللي موجودة على البورت دي اللي خاصة بالليد. بعد كده على طول بدأت أكتب الكود اللي يجهز لي البك لتنفيذ الانتربشن. بعد كده أبدأ أكتب بقية الكود اللي هتنفذ بصفة مستمرة ومش متعلق بالانتربشن، يعني ده الكود الطبيعي اللي هيتنفذ في حالة عدم حدوث الانتربشن. أمال الجزء ده كان ايه؟ ده الجزء اللي بيجهز لي او بيعد البك لاستقبال الانتربشن وتنفيذه. طيب في حالة عدم الضغط على المفتاح الجزء ده هيتنفذ، او في البداية خالص في بداية التشغيل الجزء ده هيتنفذ والجزء ده يتنفذ، بعد كده ينزل يكمل لي الجزء ده، يخش البك في حلقة لوب مستمر، يقعد ينفذ له الكود ده على طول باستمرار على طول باستمرار. طيب اول بقى ما اضغط على المفتاح خلاص انا بقى جهزت البك، خلاص اول ما اضغط على المفتاح بتاع الانتربت يروح ينفذ لي بقى الجزء الخاص بالانتربت، يروح للداله اللي اسمها void interrupt ينفذ اللي جواها، بعد كده يرجع يكمل تاني بقيه الاوامر اللي موجوده جوه اللوب. طيب نيجي نبص كده على الكود الخاص بالانتربشن. احنا هنضغط على المفتاح وعلى البطن اللي متوصل على الار بي 4، فاحنا قلنا ان بعمل فتره تاخر او تعليق لتنفيذ الكود عشان انهي فتره عدم الاستقرار او الارتداد بتاعه المفتاح او المضغط عليه زي ما كنا شرحنا في فيديو سابق، فهنقول ديلي اندرسكور ام اس او ملي سكند، حط هنا 100 بكده 100 ملي سكند. بعد كده بقول له ايه بقى، بقول له اف انتكون دوت الار بي اي اف، يعني بقول له لو الشرط ده اتحقق، يعني لو الانتكون دوت ار بي اي اف بيساوي 1 نفذ لي الكود ده. طب ده يساوي 1 امتى؟ اول ما اضغط على البطن يبقى كده الانتربشن يحصل، اول ما بالانتربشن بيحصل البك بيحط جوه الفلاج بتاع الخاص بالانتربت 1،
عشان كده قبل ما بطلع من الكود بتاع الانتربشن برجع اصفره تاني، يبقى عشان اتاكد ان الانتربشن ده حصل ولا ما حصلش اروح اشيك على الفلاج بتاع الانتربشن. فانا بقول له اف انتكون دوت ار بي اي اف، يعني هنا بقى ترو يعني بيساوي واحد، نفذ لي الكود ده. ايه بقى الكود ده؟ احنا عايزين نخلي الليد بدل ما ينور بعده الوان هينور لي كلر واحد منه بس، وليكن مثلا اللي هو البن اللي في النص بتاعه اللي هو كان اللون الاخضر. فهقول له بقى بورت دي دوت بي 7 اللي متوصله على الليد، احنا موصلين ليد 3 بنات بي كان ار بي 7 وار بي 6 وار بي 5، حط في 2 يعني احط عليهم 0 اللي هو 7 وال 5 واحط عليه في النص 1. يبقى انا كده عملت ايه؟ كده نورت كلر واحد بس او خليت لون واحد بس هو اللي نور على الليد ده بعد ما نغطي على البطن. بقول له ديلي اندرسكور ام اس 2000، يعني استنى لي ثانيتين، يعني على لي تنفيذ البرنامج ثانيتين، فالليد يفضل منور لمده ثانيتين. يبقى كده خلاص الليد لو نور ثانيتين يبقى انا عاوز انهي الانتربشن وارجع تاني انفذ بقيه الكود. بس خلي بالي قبل ما انهي الانتربشن ان ارجع اصفر الفلاج. بنفس الطريقه هنعمل تمب بيساوي بورت بي، يبقى انا كده قرات البورت بي. تاني حاجه انتكون دوت ار بي اي اف بيساوي 0. كده يبقى انا خلصت الانتربت روتين اتنفذ، وفي نفس الوقت جهزته لاستقبال ضغطه تانيه من البطن. بعد كده ينزل يكمل تاني مطرح ما كان واقف لحظه الضغط على البطن اللي نفذ لي الانتربت روتين. طيب نيجي نبص كده على السيميليشن بتاعه على البروتس، هذا الالوان عماله بتنور. الاحظ حاجه، الاحظ ان البورت بي عليها هاي البنات بتاعتها، ده نتيجه ان انا فعلت البولاب ريزيستورز بتاعت البورت بي. لاحظ بقى اول ما اضغط على البطن هنا والحدث اللي انا هعمله ده يحط لي هنا لو على الار بي 0 هيبقى اللون هنا ازرق، والاقي الليد واحد بس اللي هو الاخضر هو اللي هينور حوالي ثانيتين. بعد كده يرجع تاني الالوان دي تتكرر. انا هضغط على، هنعملها كمان مره. لاحظ بقى عصبيت ايدي الاقي اللون الازرق وصل هنا اهو واللون الاخضر لمده ثانيتين ورجع. طيب يبقى كده الكود شغال زي ما احنا متوقعين. في نقطه بقى عايزين نخلي بالنا منها، الحدث ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما بيتم تغير الجهد على البن. يعني اول ما اضغط هو هاي هضغط له يروح الانتربشن يحصل. طب لو كان لو بقى هاي برضو الانتربشن يحصل. طب ازاي يبقى لو يبقى هاي؟ لو انا ضغط كده وفضلت ضغط هو دلوقتي لو، خلاص كده الانتربشن خلص والكود بقى الطبيعي بيتكمل. لو انا شلت ايدي بقى يبقى اللو اللي موجودة عندي هنا على البن 37 هتبقى هاي. طيب ايه اللي يحصل؟ الحدث يتولد مرة تانية، لانه ملوش دعوة بقى الحدث باتجاه التغير هل هو هاي للو ولا لو هاي، هو بيحصل الحدث نتيجة التغير في اي من الاتجاهين. فانا هشيل ايدي كده، شلت ايدي الحدث حصل. طيب احنا عايزين بقى نخلي الكود ده يتنفذ فقط عندما اضغط على البطن بس. لما اشيل ايدي الكود ما يتنفذش تاني، يعني يتنفذ مرة واحدة بعد الضغط على البطن مش اثناء رفع ايدي. ده ان شاء الله هنعرفه في الفيديو الجاي. شكرا جزيلا.